السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم همسات حواء مع الدكتور ياسر إبراهيم ثعلب، استشاري تأخر الحمل والحقن المجهري جامعة كيل ألمانيا. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بكم. أعزائي المشاهدين، إحنا كنا اتكلمنا في حلقات سابقة قبل كده عن محطات تأخر الحمل، قلنا عن مشاكل المبيضين، مشاكل الرحم، مشاكل الأنابيب، وكان آخر محطة اللي هي الحيوانات المنوية، ومش هنستفيض فيها في الكلام. بس النهاردة إن شاء الله حلقتنا هتبقى مجمعة عن أسباب تأخر الحمل بوجه عام. عايزين يا دكتور النهاردة نفيد السادة المشاهدين على قد ما نقدر، نجمل لهم الموضوع. الأول يا دكتور برضو عايزين نعيد تاني تعريف يعني إيه تأخر الحمل. امتى الست تروح المتزوجة تروح تقول ان انا اتأخرت في الحمل وعايزة أبدأ الفحوص؟ هو بالنسبة لتعريف تأخر الحمل، احنا بنعني بتأخر الحمل هو عدم المقدرة على الإنجاب في خلال سنة من الزواج. يعني بمعنى لو السيدة مر على زواجها سنة، وعلى شرط طبعا إنه يكون في علاقة زوجية منتظمة بين الزوجين. لو حصل تأخر الحمل أو ما حصلش حمل في خلال الفترة دي بعد سنة، احنا بنبتدي نلجأ للطبيب عشان نبتدي نشوف ايه الأسباب المختلفة، هل في أسباب ولا لا. طبعا احنا بنحب نذكر هنا حاجة، افرض ان سن السيدة تعدى ال 35 سنة، وبالتالي ان احنا مش لازم ان احنا ننتظر ست يعني مرحلة فترة زمنية عام كامل، ولكن احنا ممكن بعد 6 شهور أو على حسب رغبة الزوجين. افرض سيدة انها تزوجت وسنها برضو ممكن نقول ان هو اقل من 35 سنة، ولكنها عندها نقول مثلا نوع من الحنين او الشوق انها للانجاب، ففي المرحلة دي بنبتدي كده. مش شرط ان هو الطبيب هيبتدي يبدأ معاها بأدوية او بعلاج او منشطات زي ما الناس فاكرة، ولكن ان هو هيبتدي يبحث هل في اسباب ممكن ان هي تعوق عن الحمل ولا لا. لو ما جاتش برضو في ان في اسباب، هيبتدي يديها برضو فرصة للحمل الطبيعي. طيب دكتور، احنا بنسمع عن مصطلح تأخر الحمل الأولي وتأخر الحمل الثانوي، ايه الفرق ما بينهم وأيهم أكثر خطورة؟ هو تأخر الحمل الأولي معناه إن السيدة لم يحدث لها حمل أو ولادة على الإطلاق بعد مرور حوالي سنة بعد الزواج. بالنسبة لمصطلح الحمل، تأخر الحمل الثانوي، إن هو ده إن السيدة حصل لها حمل، سواء الحمل قبل كده ده انتهى بولادة أو انتهى بإجهاض، ولكن عندها برضو بعد كده تأخر حمل، يعني ما حصلش حمل بعد الإجهاض أو بعد الولادة السابقة لمدة مثلا من نقول من سنة لسنتين. طبعا هو بالنسبه لاخطارهم ايه ويعني كده، احنا طبعا لازم نرجع للاسباب. تاخر يعني طبعا تاخر عدم حدوث انجاب على الاطلاق ده يعتبر يعني بيحتاج الى مزيد من الفحوصات ومزيد من الاجراءات اللي احنا عشان نعرف سبب تاخر الحمل. لكن ان هو حصل اجهاض، هنبتدي نخش طبعا تاخر حمل لو حصل يعني الثانوي اللي حصل فيه اجهاض قبل كده او ولاده، ايه اللي كده، هل في عمليات حدثت في المنتصف يعني بعد الولاده، طبيعه الولاده كانت ايه، هل هي كانت طبيعه ولاده طبيعيه او قيصريه، او ان لو السيده عندها اجهاض، افرض انها حملت كذا مره وما عندهاش اولاد، يعني انجبت اولاد كاملين، ففي الحاله دي احنا هنبتدي نبحث ايه اسباب الاجهاض او ايه اسباب المشاكل اللي هم ممكن يعني تعوق الحمل. يعني مش عايزين نقول ان في جزء اخطر من الثاني، ولكن هو بيرجع الى السبب او المسبب كل حاجه الرئيسي. ليها حالتها. تمام. طيب يا دكتور، في زوجات بتاخد اقراص منع الحمل بعد الزواج كوسيله من تنظيم الانجاب، وبعدين بتحب ان هي تحمل فبيتاخر الحمل، هل بيبقى وسيله منع الحمل اللي هي الاقراص دي هي بتبقى السبب او بيبقى لها دور او دخل؟ لا طبعا هو الموضوع ده يعني اخذ يعني من المناقشات ومن المجادلات كتير اكتر من اللازم، ولكن هو حبوب منع الحمل نفسها لما لهاش اي سبب بعد ان هو ان احنا نبطل ان احنا ناخدها، انها تعوق الحمل او انها تاخر الحمل. ولكن قد يكون مصادفه ان السيده كانت يعني مثلا في بدايه الزواج ان هي مشغوله باي شيء اخر، ان هي عايزه تاجل الحمل مثلا سنه او سنتين واخدت اقراص منع الحمل، فبالتالي ان احنا في الحاله دي ان احنا بنبتدي وتاخر الحمل. يعني ممكن يكون ان هو قد يكون مصادفه ان اتاخر الحمل، ولكن ان اقراص منع الحمل اللي هي يعني بتستخدم ما لفتره هيش بسيطه بريئه اقراص من منع الحمل، الموضوع ده. مش متهمه خالص بان هي بتسبب تاخر سبب عقمه مثلا لا مظبوط. قدر الله. وعلى العكس ان احنا بعد يعني ان السيده ما بتبطل تاخر يعني بتبطل اقراص منع الحمل، نسبه ان هي يحدث حمل بتكون كبيره جدا في الـ3 شهور الاولانيه من بعد ما هي بتبطل يعني اقراص منع على الحمل. العكس تماما. تمام.
جميل جدا جدا جدا. طب يا دكتور لو اتكلمنا بوجه عام عن اشهر اسباب تاخر الحمل، يعني اكثرها شيوعا واللي الناس حتى بتتداولها وعارفاها، يعني حضرتك تتكلم عليها بقى بشكل علمي شويه ونصحح المفاهيم المغلوطه. تمام. احنا لو حبينا ان احنا برضو عشان يعني نفكر او بتسلسل علمي ومنطقي، اسباب تاخر الحمل ممكن اسباب انها تكون موجوده في المبيض، يعني معناها ان المبيض ده ما بينتجليش بويضات كويسه، دي اول حاجه. ضعف التبويض بصفه عامه او انعدامه هو ده بيسبب لي من مشاكل المبيض الرئيسيه، واشهرهم اشهر حاجات في تكون في بتسبب ان انعدام التبويض او ضعفه هو مرض تكيسات المبيض اللي بيصيب المبيض. واحنا زي ما ذكرنا ان ده مرض هرموني، في خلل هرموني في الجسم كله بيأثر بأحد صور تأثيره على المبيض، وبيكون ان التبويض اما ضعيف او منعدم. فدي حاجة. طبعا ممكن نكون ان عمر السيدة قد تقدم، فبالتالي ان البويضات هتكون الجودة بتاعتها مش كويسة، وبالتالي ان احنا برضو ان احنا نقول ان هو ان جودة البويضات قليلة. في سبب طيب استاذ حضرتك يا فندم، هنتكلم بعد اتصال استاذة مروة. اتفضلي استاذة السلام مروة، عليكم. السلام اتفضلي يا فندم. دكتور. دكتور هو انا
أه